السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة. إن شاء الله هنبدأ معاكم النهاردة أولى حلقات مادة الكيمياء. نبدأ إن شاء الله الباب الأول، العناصر الانتقالية. العناصر الانتقالية عشان نفهمها هنبدأ السلسلة الانتقالية الأولى، طبعا بتبدأ من الدورة الرابعة. نبص بس سريعا كده على الجدول قبل ما نبدأ شرح الحصة. الدورة السلسلة الانتقالية الثالثة بتبدأ من الدورة الرابعة، السلسلة الانتقالية الثانية بتبدأ من الدورة الخامسة، السلسلة الانتقالية السادسة بتبدأ من من الدورة الايه، يبقى الأولى من الدورة الرابعة، يبقى الأولى من الدورة الرابعة، الثانية من الدورة الخامسة، الثالثة من الدورة الايه السادسة. خلاص، يبقى دلوقتي هنا السلسلة الانتقالية الأولى اللي هنبدأ بيها إن شاء الله بنقول سكنديوم، تيتانيوم، فانديوم، كروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين. يبقى بنبدأ هذه العناصر، بنشوف استخداماتها، بنشوف معلومات عامة عنها والتفاعلات، وفي الغالب بنبدأ ناخد الحديد في كعنصر من العناصر المهمة جدا في هذه السلسلة الانتقالية. نبدأ إن شاء الله مع بعض. العناصر الانتقالية كلام النظري طبعا بنقوله مع بعض كده بسرعة، الحاجات اللي محتاجة شغل بالإيد بنشتغل مع بعض بإذن الله، لأن في بعض الناس لها وجهات نظر إن احنا نشرح بالورقة والقلم. بشرح بالورقة والقلم لما يكون في معادلات، لما يكون في شرح محتاج ورقة وقلم، لكن عشان نشرح كده أحسن كوجهة نظر معظم أبنائي طلبة وطلبات الثانوية العامة. العناصر الانتقالية طبعا بصفة عامة تحتل المنطقة الوسطى، الكلام ده من سنة تانية إعدادي. أنا بجيب لكم المراحل أهو، لأن أنا كنت عملت حلقات تأسيسية في الكيمياء وموجودة على النت، ويا ريت أي طالب وطالبة داخل الثانوية العامة يبص بصة كده على الحلقات، حوالي 8 9 حلقات، وهكمل لسه كمان حلقتين ثلاثة إن شاء الله على أساس نربط المواضيع كلها ببعض. يبقى الوقت هنا العناصر الانتقالية بادئين من تانية إعدادي واخدينها، تحتل المنطقة الوسطى من الجدول الدوري بين عناصر S وعناصر B، تفرق ما بين 1A و2A و3A لغاية المجموعة الايه الصفرية. تشتمل على أكثر من 60 عنصر، تشتمل على أكثر من 60 عنصر، أي أكثر من نصف عدد العناصر المعروف. بنبدأ تنقسم إلى قسمين، عناصر انتقالية رئيسية وعناصر انتقالية داخلية. العناصر الانتقالية الرئيسية اللي عناصر فئة دي اللي احنا هنبدأ فيها حالا ان شاء الله، هي العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي دي بالالكترونات، وتتكون من 10 أعمدة رئيسية. العشر أعمدة الرئيسية بنبدأ في وصف العناصر الانتقالية، تتكون من 10 أعمدة رئيسية. لماذا؟ لأن عندنا الدي، الأوربيتال دي، الأوربيتال دي يتكون من الاوربيتال دي بخمس اوربيتالات، الكلام ده تانية سنة والسنة اللي فاتت. يبقى الوقت هنا دي خمس اوربيتالات، كل اوربيتال بيتشبع باتنين الكترون، يبقى الاتنين في خمسة بكام؟ بعشرة. خلاص، قلنا الحاجة اللي محتاجة ورقة وقلم بنعملها بسرعة ان شاء الله. يبقى الوقت هنا تتكون من 10 أعمدة رأسية، علل لأن المستوى الفرعي دي يتسع لعشرة إلكترونات. يبدأ العمود الأول منها بالعناصر التي تركيبها الإلكتروني N ناقص واحد دي 1 N، ده رقم الإيه الدورة الأفقية، خلاص S2، ثم يتتابع امتلاء المستوى الفرعي دي حتى نصل إلى العمود الأخير اللي بينتهي بإيه 10. يعني بنبدأ دي 1 دي 2 لغاية ما يبقى 10. الأعمدة من يسار إلى يمين الجدول الدوري عبارة عن المجموعات. المجموعات اللي عندي 3B 4B 5B 6B 7B، ثم المجموعة الثامنة اللي بتضم 3 أعمدة 8 و9 و10، يلي المجموعة الثامنة المجموعة 1B ثم المجموعة 2B. تختلف المجموعة الثامنة اللي مندليف اكتشفها
اللي بنسميها ثلاث ثلاثيات، وجود تشابه بين عناصرها الأفقية أكثر من التشابه بين عناصرها الإيه الرأسية، وذلك وضعها في مجموعة لوحدها وسماها المجموعة الإيه التامة. تنقسم العناصر الانتقالية الرئيسية إلى أربع سلاسل أفقية. السلسلة الانتقالية الأولى اللي هنبدأ فيها حالا إن شاء الله هي العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 3 دي بالإلكترونات. تاني، السلسلة الانتقالية الأولى هي بداية العناصر الانتقالية التي تبدأ من الدورة الرابعة. معروف الدورة الرابعة المستوى الفرعي بتاعها ايه 3 دي. تقع بالدورة الرابعة معلومات مهمة بعد عنصر الكالسيوم، بعد عنصر الكالسيوم تشمل 10 عناصر. يبقى السلسلة الانتقالية الأولى هي العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 3 دي بالإلكترونات. تبدأ بالدورة الرابعة بعد عنصر ايه الكالسيوم. تشمل عناصر تبدأ من السكنديوم اللي هنبدأ فيه حالا ان شاء الله، وتنتهي بعنصر ايه الخرسين. يبقى بدايتها من 21 الى ايه الى 30 اللي هو الخرسين. بنبدأ السلسلة الانتقالية التانية، هي العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4 دي بالإلكترونات. تقع بالدورة الخامسة، يبقى الدورة الخامسة 4 دي، الدورة الرابعة 3 دي، يبقى الدورة بتزيد على رقم الدي بواحد. تشمل 10 عناصر تبدأ بعنصر اليوتريوم وتنتهي بعنصر الكادميوم. السلسلة الانتقالية التالتة وهي العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 5 دي، يبقى الدورة الست، اتفقنا الدورة بتزيد عن رقم دي بواحد بعد عنصر ايه الباريوم اللي هو 56. تشمل عناصر تبدأ بعنصر اللانسينيوم ولذلك سميت باللانسينيدات، وتنتهي بعنصر الزئبق اللي هو ايه اتش جي. السلسلة الانتقالية الرابعة هي العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 6 دي، طبعا هتقع في الدورة اللي قبلها بعدها بواحد اللي هي الايه السبعة. نبدأ إن شاء الله أول سلاسل أول عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. تحتوي السلسلة الانتقالية الأولى على 10 عناصر زي ما قلنا. ليه؟ لأن المستوى الفرعي 3 دي يتسع لعشرة إيه؟ عناصر، 10 إلكترونات. بنبدأ بسكنديوم وتيتانيوم فانديوم كروم منجنيز حديد كوبالت نيكل نحاس خرسين. يبقى ديت العناصر اللي هي عندنا اللي موجودة في عناصر السلسلة الانتقالية الايه الاولى. بنبدأ الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الاولى. عند السكنديوم يوجد بكميات صغيرة جدا وموزعة على نطاق واسع من القشرة الأرضية. يضاف بنسبة ضئيلة إلى الألمونيوم حيث تتكون سبيكة. يبقى ألمونيوم مع السكنديوم تستخدم في صناعة طائرات الميج القاتل المقاتلة. علل، لأن سبيكة السكنديوم والألمونيوم تمتاز بخفتها وشدة صلابتها، بخفتها وشدة صلابتها. تاني، يضاف نسبة ضئيلة من السكنديوم إلى الألمونيوم في صناعة طائرات الميج المقاتلة. علل، لأن سبيكة السكنديوم والألمونيوم مع بعض تمتاز بخفة وشدة الصلابة. يضاف إلى مصابيح أبخرة الزئبق، معلش تتحفظ زي اسمنا من أولها كده، نقول تتحفظ زي اسمنا أهمية اقتصادية. يبقى بتضاف في سبيكة الألمونيوم في الطائرات. ليه؟ لأنها تمتاز بخفتها وشدة إيه صلابتها. بالنسبة لإضافتها إلى مصابيح أبخرة الزئبق المستخدمة في التصوير التلفزيوني أثناء الليل لإنتاج ضوء عالي الكفاءة يشبه ضوء إيه الشمس. التيتانيوم، تاني عنصر التيتانيوم، احنا ماشيين كده بالترتيب، عنصر شديد الصلابة كالصلب ولكنه أقل منه كثافة، مهمة جدا دي، ولذلك بتستخدم سبيكة التيتانيوم والألمونيوم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية لأنها تحافظ على متانتها في درجات الحرارة المرتفعة في الوقت الذي تنخفض فيه متانة الايه الالومنيوم.
يبقى الألمنيوم بتأثر بالحرارة الشديدة، ولكن إضافة التيتانيوم للألمنيوم يؤدي إلى إيه؟ إلى إن هي بتكون أقوى، المتانة بتاعتها أقوى. طيب، يستخدم في عمليات زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية. علل: لأن الجسم لا يلفظه، يعني متوافق معاه، ولا يسبب أي نوع من التسمم. يبقى التيتانيوم قابل للتعامل مع جسم الإنسان. إذا في الحالة دي بنستخدمه طبيا في زراعة الأسنان وفي المفاصل الصناعية. يبقى احنا هنا خلصنا السكنديوم، خلصنا التيتانيوم العنصر ايه التاني. نتابع مع بعض. اشهر مركبات التيتانيوم: ثاني اكسيد التيتانيوم. ثاني اكسيد التيتانيوم، ثاني اكسيد التيتانيوم الذي يدخل في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس. يبقى ثاني اكسيد التيتانيوم ورقة وقلم، ونسجل ونحفظ ونتابع مع بعض عشان بإذن الله نخلص منهج الكيمياء سريعا سريعا، ونبدأ نحل أسئلة إيه بوكلت على كل جزئية من الجزئيات إن شاء الله، لأن الامتحانات ما خرجتش عن نماذج البوكلت اللي احنا حلناها. 17 دور أول ودور تاني، 18 دور أول ودور تاني، النموذج الأول والنموذج التاني. 99% من الأسئلة جت منهم. أنا قلت 99% ليه؟ لأن 1% ممكن يكون استخدام، ممكن يكون حاجة بسيطة كده، وطبعا اللي بيذاكر وبيلم المنهج ممكن يكون قفل الكيمياء، ودي طبعا شيء جميل. ثاني أكسيد التيتانيوم يدخل في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس. علل: لأن دقائقه النانونية تعمل على منع وصول أشعة فوق البنفسجية الإيه للجلد. سؤال مهم جدا، أسئلة علل ديت بما تفسر، اذكر استخداما واحدا. ثالث عنصر الفانديوم يستخدم في صناعة زنبركات السيارات، لأنه عند إضافته بنسبة ضئيلة إلى الصلب تتكون سبيكة تتميز بقساوة عالية وقدرة كبيرة على مقاومة التآكل. يبقى الفانديوم بيضاف إلى زنبرك السيارات لأنه عند إضافته بنسبة ضئيلة، نسب صغيرة جدا، إلى الصلب تتكون سبيكة تتميز بقساوة عالية وقدرة كبيرة على مقاومة التآكل. يبقى في الحالة دي زنبرك السيارات لا يحدث له تآكل، ودي حاجة كويسة في السيارة. أشهر مركبات الفانديوم: خامس أكسيد الفانديوم، ويستخدم كصبغة في صناعة السيراميك والزجاج. مشكلة وبس، عامل حفاز هنكتبه على الأسهم في التفاعلات الكيميائية، كعامل حفاز في صناعة المغناطيسيات فائقة التوصيل، كعامل حفاز في صناعة حمض الكبريتيك بدرجة التلامس. يبقى احنا هنا في استخدامات لأشهر مركبات الفانديوم هو Fe2O5. خامس أكسيد الفانديوم يستخدم كصبغة في صناعة السيراميك والزجاج، دي رقم واحد. رقم اتنين، كعامل حفاز في صناعة الايه المغناطيسيات فائقة التوصيل، كعامل حفاز ايضا في صناعة حمض الكبريتيك بطريقة ايه التلامس. رابع عنصر الكروم، عنصر على درجة عالية من النشاط لكنه يقاوم فعل العوامل الجوية. مع معظم العناصر النشطة ممكن يحدث لها ايه تتفاعل مع الأكسجين، وبالعوامل دي بتأثر عليه بسبب تكون طبقة من الأكسيد على سطح، ويكون حجم جزيئات الأكسيد اللي غطت سطحه المتكون أكبر من حجم ذرات العنصر نفسه، مما يعطي سطحا غير مسميا من طبقة الأكسيد، يمنع استمرار التفاعل مع أكسجين الهواء الجوي، وبالتالي يقاوم فعل عوامل الجوية زي الصدى. يستخدم في طلاء المعادن ودباغة الجلود، ولذلك رقم اتنين بترد علينا مباشرة في طلاء المعادن، عشان الايه شبابيك والابواب واي حاجة حديد بنطلعها بايه بالكروم، عشان تقاوم فعل العوامل الايه الجوية وتمنعها من ايه من الصدى. اشهر مركبات الكروم: اكسيد الكروم، اكسيد الكروم Cr2O3 الذي يستخدم في عمل الاصباغ. أكسيد الكروم يستخدم في عمل الأصباغ. ثاني كرومات البوتاسيوم التي تستخدم كمادة مؤكسدة،
التفاعلات في الكيمياء العضويه في هنتعامل كتير مع ثاني كرومات الايه البوتاسيوم، فنعرفها ونعرف رمزها من الوقتي K2Cr2O7 ثاني كرومات البوتاسيوم. خامس عنصر المنجنيز. المنجنيز ليس له استخدامات وهو في الحالة النقية لما يكون نقي، ويستخدم دائما في صورة سبائك أو مركبات. سبائك أو مركبات علل لهشاشته الشديدة. تستخدم سبيكة الحديد والمنجنيز مع بعض في خطوط السكك الحديدية لأنها أصلب من الصلب، أقوى وأصلب من الصلب. تستخدم سبيكة الألمونيوم والمنجنيز في صناعة أبوات المشروبات الغازية لمقاومتها للتآكل، لا يحدث لها إيه تآكل، وده مهمة عشان المشروبات الغازية ما تحدث في معاها تفاعل ومع العوامل الجوية، فطبعا بتبقى مادة سامة. وتستخدم سبيكة الألمونيوم والمنجنيز في صناعة أبوات المشروبات الغازية لمقاومتها لإيه للتآكل. نشوف هنا النهاردة في حلقة النهاردة أكتر من 10 أسئلة علل الوقت، ده غير الاستخدام عشان ما نقولش ده إيه ده كلام وخلاص، لا في أسئلة علل، في استخدامات، في أسماء عناصر لازم نكون عارفة. يبقى أشهر عناصر أو أشهر مركبات المنجنيز، خلاص أشهر مركبات المنجنيز أشهر مركبات المنجنيز ثاني أكسيد المنجنيز. ثاني أكسيد المنجنيز عامل مؤكسد قوي ويستخدم في صناعة العمود الجاف. ثاني أكسيد المنجنيز برمنجنات البوتاسيوم. برمنجنات البوتاسيوم KMnO4 مادة مؤكسدة ومطهرة. مادة مؤكسدة ومطهرة. كبريتات المنجنيز. كبريتات المنجنيز يستخدم كمبيد للفطريات. يستخدم كمبيد للفطريات. عند الحديد يستخدم في الخرسانات المسلح وأبراج الحديد والسكاكين ومواسير البنادق والمدافع والأدوات الإيه الجراحية. يبقى الحديد له مجال كثير في حياتنا، ولذلك هناخده بالتفصيل الحلقة القادمة بإذن الله. نمرة 2 يستخدم كعامل حفاز في صناعة النشادر. يستخدم كعامل حفاز في تحويل الغاز المائي إلى وقود سائل. الغاز المائي خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين. يبقى هو فصل لي بس كلمة الغاز المائي اللي هو كاتبها لي هنا، خليط من CO وهيدروجين، ودي مشهورة ومعروفة إن شاء الله في الحديد وصناعة الحديد. بعد كده الكوبالت يشبه الحديد في الآتي، كلاهما قابل للتمغنط. يبقى الحديد والكوبالت له خاصية مغناطيسية يستخدمها في صناعة المغناطيسيات. يستخدمها في البطاريات الجافة في السيارات الحديثة. يبقى ده التشابه. للكوبالت 12 نظيرا مشعا، أهمها الكوبالت 60 ومشهور، وخدناه في تانية إعدادي قبل كده، وخدناه في أولى ثانوي كيمياء. كوبالت المشع يستخدم الكوبالت المشع في عمليات حفظ المواد الغذائية، التأكد من وجود المنتجات حيث يكشف عن مواقع الشقوق ولحام الوصلات، في الطب في الكشف عن الأورام الخبيثة وعلاجها. ليه؟ لأنها يصدر أشعة جاما المتميزة بقدرتها العالية على إيه؟ على النفاذ. يبقى أشعة جاما طبعا قدرت توصل للورم، إذا هنبدأ نشوفه ونشخصه. يبقى ده بالنسبة لاستخدامات الكوبالت. النيكل يستخدم النيكل في طلاء المعادن، مشهور قوي ومن زمان بناخده وبناخد المعلومات عنه. علل ليحميها من الأكسدة والتآكل ويعطيها شكلا إيه أفضل. هو مين الكلام ده؟ النيكل. يبقى النيكل يستخدم في طلاء المعادن. علل ليحميها من الأكسدة والتآكل ويعطيها شكلا إيه أفضل. يستخدم النيكل المجزأ في عمليات هدرجة الزيوت كعامل حفاز. يستخدم في صناعة بطارية النيكل كادميوم، وهي من البطاريات القابلة لإعادة إيه الشحن. يستخدم في صناعة
بطارية النيكل كادميوم، وهي من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وده مهمة نقدر نعيد الشحن تاني بتاع البطاريات. فطبعا ديت بتعمل توفير، بتعمل ان انا محتاج بطاريات موجودة عندي، بطاريات موجودة على الشحن، وبطاريات موجودة في الجهاز، اذا ببدل مباشرة بالبطاريات والاجهزة. تستخدم سبائك النيكل كروم في ملفات التسخين، في ملفات التسخين وفي الافران الكهربية. ليه مشهورة اوي من اعدادي؟ لانها تقاوم التآكل حتى وهي مسخنة لدرجة الاحمرار، يعني درجة الاحمرار ممكن تأثر وتخلي العنصر يبدأ في التآكل، ولكن حتى في أعلى درجات الحرارة قادرة على أنها تقاوم التآكل. 5، تتميز سبائك النيكل الصلب بالصلابة ومقاومة الصدأ ومقاومة الأحماض، ودي مهمة لذا فإنها تستخدم في حفظ الأحماض. يبقى أنا مطمن إن الحمض محطوط في إناء أو في مكان ما يحدث تآكل، يحدث ثقوب، ممكن نلاقي الحمض يسبب مشاكل في المنطقة اللي موجود فيها في المعمل أو مكان التجارب. علل تستخدم أواية من سبيكة النيكل الصلب لحفظ الأحماض، لأنها تقاوم الأحماض، لأنها تقاوم الأحماض. نبدأ في النحاس. يعتبر النحاس تاريخيا أول فلز عرفه الإنسان. تعرف سبيكة نحاس قصدير باسم البرونز، سبيكة البرونز. يبقى سبيكة البرونز دي سبيكة عبارة عن نحاس وقصدير. يستخدم في صناعة سبائك العملات المعدنية، يستخدم في صناعة سبائك العملات المعدنية، يستخدم في صناعة الكابلات الكهربية. ما زلنا بنتكلم عن النحاس لأنه موصل جيد للكهرباء. أشهر مركبات النحاس كبريتات النحاس، يستخدم كمبيد حشري وكمبيد للفطريات في عملية تنقية مياه الشرب. يستخدم محلول فيهلينج في الكشف عن سكر الجلوكوز. علل لأنه يتحول من اللون الأزرق إلى اللون البرتقالي مع سكر الجلوكوز. الخرصين ZN، تتركز معظم استخدامات الخرصين في جلفنة باقي الفلزات. يبقى الخرصين محلول فيه لينجتان، نقوله بسرعة، يستخدم في الكشف عن سكر الجلوكوز لأنه يتحول من اللون الأزرق إلى اللون البرتقالي مع سكر الجلوكوز. تتركز معظم استخدامات الخرصين ZN30 آخر عنصر، تتركز معظم استخدامات الخرصين في جلفنة باقي الفلزات. علل لحمايتها من الصدأ والتآكل. أشهر مركبات الخرصين أكسيد الخرصين، يدخل في صناعة الدهانات والمطاط ومستحضرات التجميل. كبريتيد الخرصين، يستخدم في صناعة الطلاءات المضيئة وشاشات الأشعة السينية، ودي استخدمناها في سنة تانية ثانوي في تجارب البحث عن بنية الذرة، وخدناها في الباب الأول في الكيمياء. خلاص، لأنه يعطي وميض حينما يسقط عليه أشعة ألفا. يبقى أشهر مركبات تاني أكسيد الخرصين، يدخل في صناعة الدهانات والمطاطات ومستحضرات التجميل. نمرة 2، كبريتيد الخرصين ZNS، الذي يستخدم في صناعة الطلاءات المضيئة وشاشات الأشعة السينية. ده كان آخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونتابع مع بعض ونعرف زمايلنا ونشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.